مساء الخير عليكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم يلا فن. وزي ما عودناكم ان كل حلقة هنقدم لكم مواهب شابة في كل المجالات، طبعا بيبذلوا مجهود كبير جدا جدا علشان يوصلوا لحلمهم ده، وكل ما بيقعوا يقوموا وما بيتنزلوش ويفضلوا ماشيين ورا حلمهم لحد ما يحققوا. معانا النهاردة موهبتين مميزين جدا جدا. اول فقرة هيكون معانا فيها الممثل الجميل جدا جدا محمد خميس، وتاني فقرة هيكون معانا المطرب الصاعد تامر علام. بس خلونا ناخد فاصل صغير جدا جدا ونجيلكم بأول فقرة، ما تروحوش في أي حتة في برنامج يلا فن. رجعنا لكم بعد الفاصل مع الموهبة الجميلة جدا جدا الممثل محمد خميس. نورتنا يا محمد. أهلا بيك، ازيك؟ نورك عامل والله. ايه؟ في البداية كده يا محمد عايزك تعرفنا بنفسك وتعرف الجمهور بنفسك. في البداية أحب بس أقول للجمهور كل سنة وأنتم طيبين، وأنت طيب. بحلول طبعا مولد النبوي الشريف طبعا، وأحيي أهلي وناسي اللي بتشجعني دايما، ده مبدئيا. ثانيا، أنا محمد خميس من قرية طموه، وبفتخر إن أنا بقول من قرية طموه طبعا، يعني لا داعي بقى للرسميات، لا انا من قريه طموح، اهلي بسطاء جدا. دخلت دبلوم، اخدت الدبلوم طبعا، ومعايا دلوقتي ان شاء الله الاستاذ علاء مرسي، بكمل معاه في فرقه الموهوبين، انا عضو فيها اصلا، فرقه الموهوبين للسينما والمسرح. والحمد لله رب العالمين، عملت اكتر من عمل، واخرهم كان مسلسل رمضان كريم حلقه 14 و16، كنت ضيف شرف فيها. طب قول لي يا محمد، التمثيل بالنسبه لك هواية ولا شغل؟ هو حلم وهدف. شغل دي لا، لا لكن يعني شغل دي لا خالص، مش بركز فيها خالص نهائي ماديا، دي لا، دي ورا ظهري اصلا. ايوه. طب اكتشفت ان انت مثلا موهبه التمثيل دي عندك من امتى؟ والله عايز اقول لك حاجه، انا اصلا وحيد تمام، فمن صغري وانا حابب التمثيل، ولكن ما فيش اصلا الامكانيه ان اهلي يساعدوني ياخدوني يودوني لمكاتب كاستنج او لمخرجين او لشركات انتاج، ولكن انا لما كبرت طبعا واعتمدت على نفسي بدات اتحرك. بس عايز اقول لك على حاجه، كنت وانا صغير دايما اختلف انا ووالدتي، فاخد جنبي كده واعيط، فلاقي والدتي تقول لي لا والله برافو عليك، لا بتعرف تمثل يا ولد. بس فمن هنا بقى يعني لما الحمد لله اعتمدت على نفسي بدات اتحرك واروح للمخرجين والمنتجين. بس طب ايه احساسك يا محمد بعد اول عمل انت عملته؟ كنت مبسوط جدا. مبسوط ايه؟ ده سعيد جدا يعني. سعيد جدا طبعا. طب انت اول خطوه خطيتك وانت عندك كام سنه؟ كان عندي كان من 2019 2019 2019 يعني السنه دي؟ لا 2009 سوري 2009 يعني 10 سنين بالظبط. 10 سنين. طب ايه الادوار اللي انت شايف نفسك ان انت شاطر فيها؟ الادوار اللي هي الحزن، يعني اللي هي الحزن كده يعني، انا حطيني في نكد. طب ايه اللي في حزن ورومانسيه بقى؟ رومانسيه. رومانسيه على الهادي. وايه الادوار اللي انت شايف ان هي تكون صعبه عليك؟ الادوار الصعبه عليا المغامرات، اللي هو مثلا لو في مشهد من فوق كوبري على البحر ارمي نفسي مش عارف ايه، لا يعني بحس ان انا عشان ما حضرتش حتى في يوم تصوير فيها، فبحس ان هي صعبه عليا. ايوه. والتمثيل، انت الوحيد اللي في العيله حابب التمثيل، ولا التمثيل ده وراثه، ولا في حد عندكم كان؟ لا طبعا كان يعني لا خالص، مفيش حد من العيله في المجال ده، ده احنا يعني بالعكس عيلتنا كلها يعني ملتزمه شويه، يمكن انا الوحيد اللي طالع فاشل. لا ما تقولش كده، ان شاء الله ربنا ييسر لك. اللهم امين. والدك الاستاذ خميس معانا اتصال. استاذ خميس طبعا والدك. الو، مساء الخير. الو. عليكم السلام، منورنا. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب، منور الدنيا كلها بجد. والله انا مبسوط بكم جدا يعني، بفرح بكم جدا. الله يخليك يا رب، وربنا يخليك كده، واحنا سعداء جدا ان احنا سمعنا صوتك. وربنا يوفقك كده بكل خير يا رب. يا رب. تحب تقول ايه لمحمد كلمه كده على الهوا؟ انا احب اقول له ربنا يوفقه في الخير يا رب. يا رب. وانا بشجعه بكل خير وربنا يوفقه. طبعا انت على راسي يا حاج، انت على راسي، انت من اول الناس اللي بتديني طاقه ايجابيه والله. واتمنى لي ان هو يكون احسن منك باذن الله. احسن منك مره واحده، ربنا يخليك يا حاج. ربنا يخليك. انت شرف ليا وعلى راسي والله يا حاج.
وربنا يوفقه ويسعده وربنا ينور له باله يا رب. اللهم امين. اللهم امين. اللهم امين. بشكرك جدا جدا يا استاذ خميس، طبعا اتصالك جميل جدا وان شاء الله ربنا يوفقه يا رب. قول لي بقى يا محمد، زي ما انت شفت كده رضا الوالدين اهم دي اهم حاجه طبعا، يعني ربنا يخليه لك يا رب. اللهم امين. قول لي بقى يا محمد، انت شايف نفسك مثلا التمثيل ده بالنسبه لك مثلا لو وقعت وانت في مشوارك ده هتتنازل؟ لا 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 لا، ياما وقعت. عايز اقول لك ياما وقعت، ياما قابلت مخرجين ومنتجين وكانوا بيقفلوا الباب في وشي، ولكن مش باخدها ضدي، باخدها لصالحي. ايوه، اللي هو لا انا هسعى هجتهد، لان ربنا سبحانه وتعالى قال لك ايه؟ لكل مجتهد نصيب، لكل مجتهد نصيب. فانا هسعى وهجتهد وهتعب علشان اخلي المخرج اللي قفل الباب في وشي ده بكره اقول لا ده انا يبقى شرف ليا ان انا اشتغل مع نجم زي ده. ايوه. طب ايه الادوار اللي انت مثلا شايف ان هي بتكون صعبه جدا في التمثيل؟ ما انا قلت لك المغامرات بقى ماليش في الاكشن قوي يعني. انت بتحب الرومانسيه والحزن؟ بالظبط كده. طب قول لي، بتعرف تقلد حد من الممثلين اللي هم المشهورين؟ والله لا، بس حتى لو بعرف مش هينفع ان انا اقلد حد، لان انا عايز اكون انا. عايز اكون محمد خميس. ايوه، عايز اكون قدوه للناس، او على الاقل للاطفال. ايوه، يحبوني ولكن مش يهاجموني. بس يعني انت قلت مثلا ساعات مثلا بنقابل واحنا في مشوار حلمنا في البدايه كده، نلاقي ناس ايه اللي انت بتعمله ده، يدينا مثلا حته فشل، ان انت مثلا الدنيا كلها تحس ان هي خلاص اتقفلت في وشك. كتير والله، كتير. ولكن برجع البيت بقفل نفس الباب، ببكي شويه، بحزن شويه، ولكن رضا الوالدين زي ما قلت لك هم اللي بيشجعوني. بالزبط. لا قوم كمل. اعتبر ان المخرج ده مش موجود اصلا معاكم. اعتبر ان المنتج ده اكنه ما انتجش. ايوه، ياما يعني في الدنيا ناس كويسه. لا كمل. انت شاركت في اعمال قبل كده؟ طبعا، يعني شاركت في لهفه الحلقه 18 الميكانيكي، وشاركت في سلسله دم اهواجي الجزء الثاني، وشاركت في رمضان كريم حلقه 14 و16. كنت بائع في محل اجهزه كهربائيه مع الاستاذه والام الجميله سلوى عثمان طبعا، والاستاذ صبري فواز، والنجمه روبي، والمخرج العبقري سامح عبد العزيز، وبشكر جدا 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 استاذ حسام الشربيني اللي هو اتاح لي الفرصه دي. ايوه. عملت لهفه وسجن النساء وصاحب السعاده ورمضان كريم والجزيره 2، كنت من رجاله الاستاذه هند صبري طبعا. الحمد لله كذا حاجه يعني غير العروض المسرحيه بقى. ايوه. ومعانا طبعا هاتف الاستاذ النائب مصطفى خال محمد خميس. الو، مساء الخير. مساء الخير يا فندم. مساء الفل عليك، منورنا بجد. انت اللي منوره ومنوره الشاشه دايما. الله يخليك. ربنا يحفظك. سلامنا للاستاذ الفنان محمد خميس. سلامنا لحضرتك اولا. الله يخليك يا رب. الله يكرمك يا فندم. طب تحب تقول ايه كلمه لمحمد؟ انا بحب اقول لمحمد هو نشيط جدا ما شاء الله عليه، يعني بيجازف وعايز طموحه عالي يعني، وهو شاب مجتهد. ولو قلنا للفن يعني الفن طبعا حاجه جميله جدا، وبالنسبه للفنانين الكبار معظمهم بداوا من الصفر، فربنا يوفقه وييسر له الاحوال ان شاء الله. ان شاء الله. وهو كل مخه وعقله في موضوع التمثيل يعني. ربنا يوفقه يا رب. ربنا يوفقه. بتعلم منك كتير والله يا استاذنا يا نائبنا القادم باذن الله، بتعلم منك كتير والله، وانت على راسي وشرف ليا. الله يكرمك، فربنا ييسر له الاحوال. ولو قلنا عبد الحليم حافظ بدا كان عازف في 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 في, في فرقه، وبعد كده بقى بدا يغني واحده واحده لغايه ما وصل. معظم الممثلين الكبار من زمان، انور وجدي نفس الطريقه، كان بدا صغير جدا وكان بيحلم وحاطط طموحه، بس طموح في الصح يعني، ويجتهد عشان يوصل للمكان اللي هو عايزه ان شاء الله. ان شاء الله. وبشكرك جدا. النصيب ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. وبشكرك جدا جدا يا سعاده النائب مصطفى خال محمد طبعا، وخالك اهو ده عينك برضه. قول لي بقى يا محمد، يعني ايه احساسك بعد اي عمل انت بتعمله؟ قبل ما اقول لك على الجواب ده، الناس بتقول لي انت اسمك محمد مصطفى هيبه. مش محمد خميس، ده مش خالي، ده والدي وعلى راسي، وانا بشكره طبعا على الاتصال. نرجع تاني للسؤال. ربنا يخليه لك. بقول لك ايه احساسك بعد اي عمل انت بعد ما تخلصه؟ بكون سعيد جدا. بكون مبسوط طبعا، ببقى مش عايز اروح، ببقى عايز ان انا اطير كده في الشارع. اي طب انت حاسس مثلا هتوصل لحلمك ده امتى؟ ما اقدرش اقول لك، لان دي بتاع ربنا. ممكن يبقى اخر يوم مثلا في عمري بكره، ممكن. أيوة. مثلا ربنا يطول في عمري وافضل اجتهد. النهارده يعني ناس كتير اتشهرت كبيره. أيوة. استاذ بيومي فؤاد،
استاذ حسن حسني. الناس دي طبعا الشرف كبيره واساتذه وبتعلم منهم كتير والله، ولكن هو ما اقدرش احدد لك المده الزمنيه ايه لحد ما اقابل الحد الصالح او المخرج اللي يقتنع بموهبتي ويعني يقف جنبي ويدعمني. طب انت مثلا يعني مين من الممثلين اللي انت بتتمنى ان انت توصل المكان اللي هم وصلوا ليها؟ هو كذا حد، ولكن اللي بعشقه هو الجميل حبيبي احمد حلمي. احمد حلمي طبعا ده عشق الناس كلها طبعا، هو ده بس اللي انا يعني بتمنى اكون زيه ان شاء الله. ومعانا مداخله جديده، استاذه فايزه من الجيزه. الو مساء الخير عليكي. ايه ده؟ الو 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 مساء الخير. مساء النور يا فندم، ازي حضرتك؟ ازيك انت، منوره الدنيا كلها. تسلمي يا رب، ربنا يخليك يا رب. انا صديقتي الاستاذ محمد خميس، هو اخ عزيز ليا، وربنا يا رب يوفقه. وانا حابه بس ابعت له تحيه يعني على الهواء. ميرسي يا ام مالك، يا رب تسلمي لي. ميرسي جدا لذوقك والله، اتصالك ده اسعدني. يا رب يا محمد يا رب، وربنا يوفقك يا رب، وتكون ادم خير عليك. وانت بجد اخ يعني عزيز، وربنا يوفقك يا رب. كفايه حب الناس والله، كفايه حب الناس. ربنا يخليك يا رب حبيبتي فايزه. بشكرك جدا جدا يا استاذه فايزه على اتصالك الجميل ده. قول لي بقى يا محمد، حبك في التمثيل بنسبه كام في الميه؟ انت لسه دلوقتي خالي قايل لك تفكيري وعقلي وقلبي وكل حاجه في المجال التمثيل. يعني في التمثيل. لو انت شايف يعني تمثيلك كام في الميه يعني؟ والله بص، مش هقدر اقول لك 100%، هو بنسبه 70% 80%، ولكن طبعا مع مرور الوقت بتعلم اكتر، بضغط على نفسي اكتر، بحضر ورش تمثيل، بتعلم من اساتذتي. ايوه يعني بس. طب ممكن يا محمد تمثل لنا اي مشهد كده انت بتحبه؟ على الهوا كده؟ ايوه على الهوا. افتحي يا هانم، افتحي. عملت اللي في بالك؟ طلبت الطلاق والاستاذ طلقك؟ حطيت راسنا في الطين؟ من النهارده مفيش خروج الا باذني، انا المسؤول عليكي من بعد وفاه والدك، فاهمه؟ مش عارف اقول لك ايه، ضيعتي مستقبلنا، ضيعتي مستقبلنا. ما شاء الله، ده حاجه تلقائيه كده يعني، حاجه صغيره عشان برضه ما شاء الله عليك. طب ايه اكتر فيلم او مسرحيه انت بتحبها؟ مسرحية رعا وسكينة، وفيلم ظرف طارق. ايوه لحلمي. لأحمد حلمي ظرف طارق. ومعانا مداخلة هاتفية الأستاذ حسن من محافظة. السلام عليكم. من محافظة الجيزة. ألو مساء الخير. مساء الخير يا فندم. مساء النور عليك، منورنا. الله يخليك يا فندم، منورك. الله يخليك يا رب، منورنا بجد يا أستاذ حسن. الله يخليك يا فندم. اتفضل. الفنان محمد خميس ابن بلدنا، وربنا يكرمه إن شاء الله، وممثل كبير. ربنا يخليك يا حسن، يا رب ربنا يحفظك. رب ان شاء الله ربنا يكرمه، وبنتمنى له التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله طبعا حبيبي يا حسن، ربنا يحفظك. بشكرك جدا جدا يا استاذ حسن على اتصالك الجميل ده. قول لي بقى، اقول لك بقى. انت التمثيل ده هو شغلك الاساسي ولا في مهنه تانية؟ هو المفروض في مهنه تانية، ولكن بالنسبه لحياتي الشخصيه مش بحب اتكلم فيها كتير يعني. بس ايوه. طب انت شايف المجهود اللي بتعمله ورا حلمك ده كفايه ولا لازم يعني تبذل مجهود اكتر؟ مفيش حد بيتعب وما بيلاقيش. مفيش حد بيتعب وما بيلاقيش. يعني انت شايف المجهود ده كفايه؟ لا طبعا، لازم اتعب ولازم اجتهد تاني واسعى تاني. لازم اتعب عشان الاقي. بس كده. طبعا لازم اتعب. ومعانا مداخله هاتفيه استاذ رامي من المنصوره. الو مساء الخير. مساء الفل يا فندم، احييكي واحيي ضيفك الكريم الاستاذ محمد على جهده الجميل وعلى طموحاته الجميله، وانا ان شاء الله سابشره ان شاء الله انه له مستقبل مبهر باذن الله، ادم يعني انه يسعى الى الخير، له مستقبل جميل ان شاء الله، وانا ابشره وهو يستعين، وباذن الله اقول له كما قال سيدنا يعقوب لبنيه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله. انت استاذ محمد لا تيأس، هخليك صبور، ودائما وابدا الشجره المثمره دائما يقذفونها الناس بالحجاره، يعني انت اصبر واحتسب
وان شاء الله باذن الله لك مستقبل مبهر، ودائما يعني خليك صبور باذن الله، وان شاء الله الصبور طريقه هو فيه النجاح ان شاء الله. ان شاء الله. تسلم لي يا استاذ رامي على اتصالك والله، وحاضر والله بعمل كل ده بس بدعواتكم انتوا بقى، يعني اتمنى تدعوا لي بقى. ربنا يخليك يا حبيبي ويصل لك احلامك، احنا بنحب كل الناس وبنحب كل الشباب، يعني بنحب نشجعهم ونحب ان مصر يكون فيها اعلام جميله كده، لكي نكون يعني امام العالم، نكون مناره امام العالم كله. طبعا امام طبعا العالم كله. طبعا حبيبي يا استاذ رامي، اخوك رامي مقرئ قران، انا قارئ قران كريم. حبيبي يا استاذ رامي حبيبي، ربنا يحفظك يا رب. نورتنا جدا يا استاذ رامي، بشكرك جدا طبعا على اتصالك دوت. قول لي بقى يا محمد، انت ناوي مثلا يعني في خلال فتره ما وصلتش مثلا لا قدر الله لحلمك ده، ناوي تعمل ايه؟ هكمل. انا بص اقول لك على حاجه، اللي انا حاطط في دماغي سن معين وبعد كده هسيب التمثيل، ولا انا حاطط في دماغي ان انا في خلال مثلا سنه او اتنين هكون حاجه كبيره، لا انا سايبها. أيوة. على ربنا. أيوة. سايبها وبسعى وبتعب وبجتهد. وعايز اقول لك اقسم بالله، اوقات بتيجي عليا وقت اقسم بالله لو جت لي، يعني لو جالي مكالمه تليفون من مكتب كاستنج او مساعد مخرج، اوقات والله 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 وعيب ان انا اقول الكلام ده على الهوا، بستلف من والدتي او والدي عشان انزل. شوف درجه ايه يعني، شفت حضرتك درجه ايه في كده؟ مفيش كده، بس انا أيه. ان شاء الله ربنا هيدينا على قد تعبي ان شاء الله. طبعا يعني انت ما بتزعلش مثلا ان انت مثلا ما وصلتش لحاجه انت بتحبها لحد دلوقتي وانت من 2009 مثلا؟ عايز اقول لك اول ما دخلت المجال ده اشتغلت كومبارس، وده مش عيب. مش عيب طبعا. حرام. اه مع ان بعض الناس فاهمه ان الكومبارس ده عيب وحرام. طب امال الكومبارس ده عيب، بتاع النظافه ده ايه، الناس التانية دي ايه؟ ايوه ليه بتحبطوا الناس؟ ليه بتحسسوا الناس اللي هي شغلانتهم بسيطه ان هم حاجه ولا تذكر يعني؟ ايوه فده غلط. فعايز اقول لك على حاجه، هو انا والله 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 انا بتعب على قد ما ربنا بيديني في صحتي. ايوه يعني على قد يعني، اوقات بيجي لي مكالمات تليفون من مكاتب كاستنج ببقى تعبان بقوم جري واروح. يعني عمرك ما يئست او لا؟ خالص خالص خالص، بالعكس انا لما حد بيجي يقول لي على حاجه تحبطني بقول لا، هو طب ممكن يكون هو بيتمنى يكون زيي او احسن مني. أيوه. مش هديله الفرصه دي. أيوه. انا هتعب وهجتهد وهعمل علاقات وهروح هنا وهروح هنا وهروح هنا وهسعى. ايوه بس ربنا يوفقك يا رب. اللهم امين. وانت نورتنا جدا جدا يا محمد النهارده، وان شاء الله والله. ربنا يوفقك وتوصل لكل حاجه انت بتتمنيها. تسلمين يا رحمه. ربنا يخليك يا رب. بس عايز اقول حاجه قبل ما اتفضل، انا بحيي كل راجل جدع وبنت جدعه في بلدي طموح بتشجعني. ربنا يخليك. وكده طبعا انتهت فقرتنا مع الممثل موهوب جدا محمد خميس، واستنونا هنطلع لفاصل صغير جدا ومعانا فقره قويه جدا المطرب الصاعد تامر علام. ما تروحوش في اي حته، راجعين لكم في يلا فن. رجعنا لكم بعد الفاصل ومعانا موهبه جامده جدا المطرب الصاعد تامر علام. منورنا طبعا يا تامر. نورك يا باشا. بجد بجد منورنا. في البدايه طبعا كده عرفنا بنفسك وعرف الجمهور بنفسك. تامر علام مطرب شعبي من شبرا، اساسا من المنوفيه. بس بس كده؟ بس كده. انت ممكن تسمعنا كده حاجه في البدايه؟ على طول كده. على طول كده. حاضر. بيسألونا ايه جرالنا، ايه اللي غير طبعنا، وبيقولولنا اتقل خيرنا والرحمة راحت منينا، عايشين على أعصابنا عمر الهم ما سابنا، لقمة عيشنا في بق سابع وانتوا تقولوا نصيبنا. تمام كده؟ ما شاء الله. مين اكتشف الموهبة اللي عندك؟
انا وزمايلي الموهبه دي عندي من ايام الدراسه. كنا بنقعد طبعا في الفسحه كده نغني وكده لحد ما وصلت المطرب من جنبنا حبيب قلبي طبعا استاذ رجب البرنس، اشتغلت معاه فتره واتدربت معاه لحد ما ربنا كرم يعني. طب انت مثلا غنيت وانت عندك كام سنه؟ يعني من بعد ال 16 سنه كده. 16 سنه كنت صغير جدا. طب اول اغنيه عملتها كانت وانت عندك كام سنه؟ يعني حوالي كنت وصلت ال 22 سنه كده. 22 انت بدات وانت 16 سنه غنيت وانت 22 سنه؟ انا عشان اعمل اغنيه لازم اكون تمام يعني، مش كنت لسه اخدت فتره ان انا بتدرب وكده. طب قول لي غنيت في يعني في حفلات في مهرجانات؟ طبعا وافراح شعب كتير وكده ما شاء الله. حفله طفل اليتيم شاركت في كذا حفله وكذا مهرجان كده. مين اكتر مغني انت بتحبه؟ في كتير بصراحه. في مصطفى حجاج، تامر حسني، حبيبي مصطفى حجاج اصلا صاحبي. طبعا استاذ حمائي، الناس دي طبعا نجوم طبعا. ايوه. طب انت في حد في العيله عندك عنده موهبه الغنى، ولا انت مثلا انت اللي طالع في العيله كده ولا وراثه؟ انت مش وراثه يعني. تمام. طب يعني انت شايف نفسك يعني هتوصل لحلمك، ولا محتاج مجهود اكبر من كده من اللي انت بتعمله؟ طبعا هوصل باذن الله طبعا، بس الحاجات دي ملهاش وقت معين، النجوميه ملهاش وقت معين، بس واحنا بنعمل علينا وبقى على ربنا. طبعا الباقي كله على ربنا باذن الله. طب قول لي بقى يعني مثلا كل واحد بيكون شايف نفسه مثلا انت مطرب. تمام. في مطرب مثلا انت بتحبه ونفسك توصل ليه، مين هو؟ برضك في كتير يعني، مثلا استاذ طارق الشيخ نجم جامد جدا، استاذ عباس حموده كده يعني، الناس دي اساتذتنا. الغنى بالنسبه لك هو كهوايه ولا كشغل؟ لا هوايه. هوايه. تمام. لكن انت مثلا مدي نفسك فتره، لو ما وصلتش للحلم اللي انت نفسك فيه مثلا هتسيب الغنى خالص، ولا ناوي تكمل؟ لا ما فيش، النجوميه ملهاش وقت معين. هي ونصيبها يعني، انت سايبها معاك كده. ايوه براحتها. براحتها. ايوه. طب قول لي بقى يعني كل واحد فينا اكيد لما بيجي يقع انت بتحس ايه؟ مثلا ما حد يحسك بالفشل يقول لك انت مش نافع، بتحس بايه؟ ما بشغلش دماغي باي حد، ما بتزعلش، بكمل انا اللي انا عايز اعمله بعمله. ايوه. طب في حد في العيله مثلا يعني معترض على الغنى دوت، ولا هم بيساعدوك؟ لا لا بيساعدوني بكلمه كويسه. طب بتعمل ايه عشان تطور من نفسك في المجال؟ طبعا لازم كل ما يبقى في جديد الاغنيه بتنزل جديده بنحفظ ندرب عليها، نغنيها في شغلنا في الشارع. لازم يبقى في جديد. ايوه. بس لا يعني بتشجع نفسك بنسبه كام؟ لا انا مقتنع بنفسي بقى وهشجعها. يعني مقتنع بنفسك 100%؟ اه الحمد لله. طب ممكن تسمعنا حاجه؟ لا طبعا. لا طبعا. في حاجه انا عاملها كده ولا؟ تمام. اقرب ما ليا داسوا عليا وفضلت هات ومين يسمع، الخير خلاص سابنا ولا والشر جه خد وما خلى، كان في زمان اخوات واصحاب لكن النهارده بقوم الا من بين الوف، طلع صاحب وهات لي صاحبي الصاحب، انا من زمان عمال ادور مش لاقي صاحبي صاحب. دي حاجه انا عاملها لسه مسجلها ومصورها برضه. صورتها يعني فيديو كليب؟ تمام. مين اكتر حد بيشجعك في انك انت توصل في المجال ده؟ زمايلي طبعا. زمايلك. والبيت عندك مش بيشجعك؟ لا بيشجعني. بيشجعك. ابويا طبعا بيشجعني لان هو ابويا كان ايه بيحب الشيخ ياسين التهامي والشيخ سعد اليتيم والناس دي، وبيغني لهم برضك بس هو مش فنان. ايوه. طب وانت في مشوارك في الغنى في حد كان معترض انك انت بتغني؟ اه طبعا استاذ ماهر. مين؟ استاذ ماهر؟ اه طبعا هو اكيد سامعني دلوقتي. بس يحب يهزر معايا يعني وكده. ايوه. يعني انت اي فشل بيجي لك مش بتتضايق زي الناس مثلا بتزعل؟ لا 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 خالص لا. وما بتيجي تقع؟ كل واحد يقول رايه بصراحه، ما مش بزعل. انت عامل فيديو كليب؟ اه مصور كليب. اه عامل كم اغنيه كده، فيه عامل مهرجان هيا وعامل حاجه شعبي وعامل حاجه دراما. يعني انت عامل تلات كليبات؟ لا في اغنيه بس متصوره كليب واتنين مش متصورين. ايوه. ونشوف دلوقتي الكليب الفيديو كليب. اقرب ما ليا داسوا عليا وفضلت هاتي ومين يسمع،
ما شاء الله بجد. الفيديو كليب ده مصوره من امتى؟ من 3 سنين كده. من 3 سنين. مين اللي شجعك ان انت تصور فيديو كليب؟ المخرج طبعا استاذ هشام دينجر دوت حبيبي وصاحبي، سمع الاغنيه عجبته فقال لي هنصورها فصورنا. صورتها. حسيت بعديها بايه؟ طبعا النجاح احساس حلو. لان عملت معايا رد فعل حلو. ايوه. بس احساس نجاح بيبقى احساس جميل. احساس نجاح طبعا. ما واجهتش اي مشكله اثناء وانت مثلا في الفتره اللي انت بتغني فيها؟ لا لا باذن الله مفيش مشاكل. مفيش اي مشاكل؟ لا خالص. طب قول لي مثلا بتطور في نفسك ولا انت مثلا لازم في تطور؟ لازم كل فتره كده، ما ينفع لازم اعمل اغنيه ولازم اصور حاجه، ما ينفعش ان انا اختفي خالص. انت طب ناوي تعمل ايه بعد كده؟ باذن الله بردك اغنيه جديده وهصورها باذن الله. ما فيش اي حاجه جديده مثلا؟ لا، في مهرجان طبعا انا والاستاذ ميدو مصطفى يجهز باذن الله. هو لما تسمعنا اي حاجه كده؟ لا طبعا ان شاء الله. هنا سمعوا حاجه لمصطفى حجاج عشان بحبه الصراحه. ماشي. الدنيا عايزه تذلني وتدوس عليا، حلفتي يا ناس لا تهدني وتقلي بيا، حد يروح يقول لها تخف عني ذلها، هو انا يعني عندها لو موطرية، انا بتقطع من جوايا ونسيت طعم الفرح، وانت يا دنيا مش فاكراني غير بالنار والجرح، انا كل ما اجي افرح حبة دايما بتعذبيني، كأني ما بيني وبينك طار وحلفة لا توريني. الله الله اكبر. ومعانا مداخله جديده استاذ هشام من سوهاج. الو. الو استاذ هشام. مساء النور. مساء الفل عليك، منورنا. الله يخليك، منورنا بجد. بحيي كل شاب اصلا بجدع كده من مصر بيحب يعمل فكره جديده وبرده ويحب يغني وبيحب يعمل اي حاجه كده، وكل تشجيع بحب اشجع اي واحد كده من مصر زي شاب. ها معاك يا استاذ هشام. الو معاك اتفضل. وبحيي الاستاذ تامر، الفنان تامر، وبحيي كل شاب، وبطلب من الاستاذ تامر بيسمعنا حاجه حزينه كده. حزين. نورتنا طبعا يا استاذ هشام باتصالك الجميل دوت، بشكرك جدا جدا. سمع بقى استاذ هشام بقى حاجه حزينه. ما قامتش القيامه يا قلبي، ما قامتش القيامه، وما دام هي اختارت غيرنا يبقى مع السلامه، خدت الشر وراحت، ريحت وارتاحت،
اعتبرها خلاص يا قلب زي ما جت زي ما راحت لو كل واحد خان واحد ما تعشانه الدنيا كانت تبقى فاضية من زمان سجل يا قلبي اسمها في كشف اللي خان وبجمليتي اللي باعوا يا قلبي واللي خانوا ما شاء الله ما شاء الله عليك بجد. ومعانا مداخلة جديدة أستاذ محمد علام عمك طبعا. الله ألو. حبيبي حبيبي ألو أستاذ محمد. ألو السلام عليكم. عليكم السلام منورنا. الله يبارك فيك الله يكرمك. طب ممكن يا أستاذ محمد بس توطي التلفزيون وتسمعنا من الموبايل؟ ماشي مع حضرتك. اتفضل. أيوه اتفضل. منورنا بجد. ده نورك يا حاج الله يبارك فيك شكرا يا عبد الله يكرمك. أنت طبعا عم المطرب بقى. أه طبعا عم الحمد لله ربنا يوفقه يا رب. حبيبي يا عم محمد أقسم بالله أنت أبويا الثاني مش عمي كمان أبويا الثاني يا محمد. ربنا يوفقك يا حبيبي. ما نحرمش منك يا رب ولا من ذوقك ويخليك لينا يا رب يا عم محمد. ربنا يوفقك يا حبيبي. ربنا يخليك أنا سعيد جدا جدا باتصالك دوت. الله يبارك فيك الله يكرمك. ربنا يخليك يا باشا. قول لي بقى يا أستاذ محمد أنت يعني ادعي له كده كام دعوة حلوين. ندعي له إن شاء الله ندعي له في الحرم. إن شاء الله. إن شاء الله ما نسافر بالسلامة السعودية ندعي له في الحرم بأمر الله. ربنا يكرمك يا رب. وربنا يوفقه كده ويصلح حاله ويبقى نجم كبير. الله يخليك الله ما نحرمش منك يا محمد. ربنا يصلح لك الحال يا رب ويوفقك. ربنا يخليك ما نحرمش من ذوقك يا رب ولا منك يا عم محمد. الله يبارك فيك الله يكرمك ربنا يصلحك. بشكرك جدا جدا يا أستاذ محمد. محمد علام طبعا عم حبيبي ده عم محمد ربنا يديله الصحة بصراحة. أيوه. من الناس اللي بحبهم جامد يعني هو والدي اللي باخد رايهم في كل حاجه. ايوه يعني انت ما شاء الله يعني العيله يعني معاك وفي ظهرك. لا في حب جامد. ايوه يعني مش بيقولوا لك لا اللي انت بتعمله دوت. عمامي الحمد لله كويسين جدا معايا وانا كويس جدا معاهم وانا بحبهم كلهم عمامي كلهم. أيوة. بصراحه. طب وانت مثلا ماشي في مشوارك كده ايه اكتر موقف يعني حصل لك إيه مثلا زعلك؟ تالي ما فيش يعني اكتر موقف يعني هيزعل المطرب لما بيكون مثلا بيغني وحد ايه كده بس بتهيألي ما حصلش معايا ما حصلش معاك خالص بس دي اكتر حاجه هتضايق طبعا. ايوه انت غنيت في مهرجانات قبل كده كتير وحفلات وافراح شعب كتير لان انا بحب الجو ده قوي. بتحب الافراح الشعبيه طبعاً. جدا احساسك ايه مثلا لما بيجي لك شغل؟ طبعا الواحد بيبقى مبسوط جدا بالذات لما بيتطلب بالاسم بيتطلب بالاسم مثلا يكون في متعايد حفلات بيكلمني تامر علام في بس ساعات متعايدين بيرشحوا نجوم وفي ساعات متعايد يكلمك مطلوب بالاسم. أيوه. دي بتبقى لوحدها نجاح وفرحه كبيره طبعا. ايوه طب انت ما بتزعلش مثلا ان انت مثلا لحد دلوقتي يعني انت بدات وانت عندك 16 سنه اول فيديو كليب ليك وانت عندك 22 سنه ما بتزعلش مثلا ان الناس دي اشمعنى وصلت وانا لا؟ لا 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 خالص دي نصيب وانا بحب الخير لزمايلي. يعني النجم مصطفى حجاج ده حبيب قلبي برضه كان زميل في نجوم كتير قوي من شبرا في اللي ربنا كرمهم ونجحوا جامد بصراحه ربنا يوفق كل واحد وفي اللي لسه وفي احسن مني بكتير لسه برضه ما وصلش اللي انا فيه. ايوه وربنا يوفق الجميع يا رب. ومعانا طبعا مداخله جديده استاذ احمد من امبابه. الو مساء الخير. بربري حبيبي مساء الفندم. الو مساء الخير. انا فرحان قوي ان انت فعلا اكتشفت نجم كبير زي النجم بتاع علام. حبيبي يا عم احمد حبيبي. هيمشي منك عم احمد. صراحه تعالى كتير يا تامر والله. ربنا يخليك يا عم احمد ما نحرمش من ذوقك يا رب. ربنا يخليك يا حبيبي ربنا يخليك وبالتوفيق يا رب. سعيد جدا بتليفونك ده يا عم احمد والله. حبيبي والله انا ما صدقتش شفتك والله. حبيبي انا ما صدقتش شفتك على التلفزيون قلت لا ده لازم اجيب موبايلك ما قلتش. حبيبي يا عم احمد ده انا جاي لك لحد عندك اقعد معاك والله. حبيبي عليك من نجاح لنجاح يا رب. الله يبارك لك يا عم احمد يا رب ما نحرمش من ذوقك يا رب. ربنا يوفقك ربنا يوفقك. حبيبي يا استاذ احمد بشكرك جدا جدا يا استاذ احمد على اتصالك الجميل دوت ده انت ما شاء الله الناس بتحبك بقى. المحبه دي من عند ربنا بصراحه. ايوه لان انا ماشي في حياتي دي بالحب يعني احب كل الناس الحمد لله. ما بحبش ان انا مثلا في اي حاجه بيني وبين زمايلي بسيب كل حاجه على الله كده الواحد يبقى قلبه ابيض دي احلى حاجه. ايوه طب بتعمل ايه يا تامر لما تحس ان في حد مثلا بيقول لك نقد كده نقد مش حلو ليك بتحس بايه؟ بقبله منه
او بحاول افهم منه ايه اللي مش عاجبه بالظبط، بحاول اعدي الحته دي. لو هو كلامه صح الحته دي مثلا فيها مش حلوه ببتدي اعدي. ايوه على فكره النقد ده انا بحبه جدا. لحد مثلا مش عاجبه حاجه دي بتلفت نظر انا حاجه انا مش واخد بالي منها. ايوه بالظبط. بس فبتبقى حاجه كويسه، مش بزعل واكشم. ايوه يعني انت ما بتزعلش خالص لو حد قال عليك اي حاجه نقد مش حلو؟ لا، بحب اسمع رايه الاخر كمان واقول له اوعدك ان هعدي الحته دي. ايوه بس كده وابقى سعيد كمان. تبقى سعيد. طبعا. وطبعا واجهت طبعا نفسنا. هقول لحضرتك على حاجه. انا عمري ما نفسنت على حد. فاكيد يعني ما حدش هينفسن عليا كتير، لان الحمد لله انا معروف مع زمايلي المطربين او الغير مطربين ان انا الحمد لله بحب لهم الخير قبل مني. في مطربين زمايلي انا بيكون في افراح عايزين مطربين انا بتصل بيهم. ايوه. بس فمش مطربين كتير بتعمل كده. يعني انت شغلك الاساسي اللي هو افراح حفلات. حفلات. مفيش اي مهنه تانية جنبيها. يعني لازم ورا مشوارك. مفيش حاجه، انا بغني في الافراح من زمان. ايوه. بس. ومعانا مداخله جديده استاذ ميدو. الو. مساء الخير. المطرب ميدو مصطفى طبعا منورنا. ازيك يا استاذه رحمه، اخبارك ايه؟ الحمد لله، كنت منورنا الحلقه اللي قبليها. لا بنور سيادتك والله. الله يخليك. بشكرك والله بجد يعني، والبرنامج جميل جدا جدا. اتفضل يا ميدو. وبهني اخويا تامر يعني حبيب قلبي نجم مصر. ربنا يوفقك يا رب في اللي جاي ان شاء الله. ربنا يكرمك يا رب ويوفقك وتكون رقم واحد في مصر يا استاذ ميدو. حبيبي نجم مصر والله. استاذ ميدو ده من الناس المحترمه جدا، وهو اللي رشحني هنا، وده دليل ان في بيننا وبعض حب. ايوه. انت تستاهل كل خير والله. حبيبي ربنا يكرمك يا ميدو يا رب، ربنا يوفقك يا رب ويشوفك رقم واحد في مصر. باذن الله انا وانت والجميع. وبحيي البرنامج بصراحه يعني على النجاح بتاعه. ربنا يخليك يا ميدو. بجد والله. حبيبي يا ميدو ما نحرمش منك يا رب. بشكرك جدا جدا يا ميدو على اتصالك الجميل دوت، وانت طبعا كنت منورنا المطرب الجميل جدا ميدو مصطفى. حبيبي يا ميدو ما نحرمش منك يا رب. هو برضو يعني حد ربنا يوفقه. حد محترم جدا. انا عارفه من زمان، محترم جدا 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 وربنا يوفقه. من الناس اللي هو قلبه ابيض برضو. وانت ناوي يا تامر يعني تخليك في اتجاه واحد في الغنى، ولا انت مثلا مهرجانات على شعبي؟ انا نوحت في شغلي يعني، انا اول عملت اول حاجه شعبي حاجه بعد كده عملت مهرجانيه، بعد كده عملت دراما. فمش هينفع ان انا ماسك مثلا ايه اعمل اغاني دراما على طول ولا مهرجان على طول، لازم يبقى في منوع كده في شغلي. المهرجان ده عملته امتى؟ بردك من فتره قريبه مش من بعيده. انت عملت المهرجان ده عشان انت بتحب المهرجانات، ولا انت؟ لا عشان الجو اللي ماشي. ايه هو الجو اللي ماشي؟ انا بحب الغنى، بحب اقول موال، بحب كده غنى. لما تسمعنا المهرجان. لا خلاص، لا المهرجان مش هينفع كده، لازم موال. طب غني لنا اي حاجه. خلاص بقى كده غني. غرتني بحبك وحنانك، ولا ليله مننا بتفوت. سبت الدنيا بحالها عشانك، وتريني ما بعيش بموت. انت دخلت حياتي بكذبه، احسن تخرج بسكوت. تعرف لما الحب يهينك، وتحس ان في ناس كارهينك، والدنيا تسوى الدفع عينك، وصلتني للحال ده معاك. مين من المطربين طبعا الكبار اللي بتحبهم؟ طارق الشيخ نجم. في كتير طبعا، في كتير كتير وما كتير. مين مثلك الاعلى؟ هو مش قصه مثل اعلى، في مطربين انا بحب اسمعها زي مثلا استاذ تامر حسني، دي اغاني جامده جدا. اصاله، شيرين رقم واحد طبعا، جنات، امل ماهر. بحب اسمع الناس دي. ايوه. مين بقى من المطربين انت نفسك توصل للمكانه اللي هم وصلوا ليها؟ كلهم طبعا، كل يعني اي نجم نفسه يبقى ربنا يكرمه طبعا ويبقى مشهور. ايوه ربنا يوفقك يا رب. يا رب جميعا. قول لي بقى يعني اثناء وانت ماشي في حلمك كده، هتحس امتى مثلا ان انت خلاص وصلت اللي انت عايزه؟
لما ابقى ماشي في الشارع واسمع اغانيه كده خلاص يبقى ربنا كرمني انت هتحس ساعتها كده بقى والناس مشغله الاغاني بتاعتك. هو النجاح انت تسمع شغلك في الشارع. ده النجاح. ما فكرتش تعمل مثلا حاجه جديده؟ فكرت باذن الله في غنى قريب باذن الله واصورها على طول. ايوه يعني فكره ان انت تعمل فيديو كليب دي فكرتك انت ولا حد هو اللي بيقول لك؟ طبعا دي فكرتي انا مع حد تاني شارك الراي. تمام. وطبعا يعني انت شايف ان انت كده ماشي صح ولا لازم تبذل مجهود اقوى؟ باذن الله ماشي صح. لا مش محتاج ان انت في مجهود شويه ولا ده المجهود الكفايه؟ لا لا لازم مجهود وباذن الله ماشي صح باذن الله. ربنا يوفقك يا رب يا تامر. ربنا يخليك يا رب. وانت نورتنا بجد النهارده. ربنا يخليك. انا سعيد جدا ان انا موجود معاكم وبشكر البرنامج وكل فريق العمل محيط حياه كبيره طبعا وكل جمهوري وكل اهلي وبصحابي بشكرهم طبعا. بشكرك جدا جدا وانت نورتنا. وبكده طبعا انتهت فقرتنا مع المطرب الصاعد تامر علام. واستنونا طبعا في حلقه جديده مع مواهب تانية جديده جدا. بس طبعا قبل ما نختم حلقتنا تامر هيسمعنا حاجه لختام حلقتنا. لازم اتفضل. وجاني اللي بحبه جاني وفرحت بقربه تاني ومين يا قلبي ينسى حبيبه الاولاني الدنيا في عيني ورادة والجو الليل عيد وفرحيتي النهاردة خلقتني